ده بيقولوا بينادي ان جمهور الزمالك او جمهور الاهلي او اي جمهور، جمهور اهو بقى بالالاف أكيد والملايين، أكيد ملوش طبعًا علاقه بقى بالتراس وايت نايتس. يعني الموضوع واضح ان المشهد خرج بره كده. اكيد عايز اقول لك حاجه، انا استغربت، يعني كان عندي تردد، مثلا الناس مثلا او ناس كانت بتقول ان ممكن يكون في خلافات ما بين الجمهور ومشجعين طه منصور، او شجعوه ولا ما تلعب او الوايت نايتس او علشان الموقف. لا، اللي كان دايما بيصدر المشهد ان جمهور نادي الزمالك هم العدد ده او الاقليه دي او اي حد خارج عن القانون هو المسيطر او مش مظبوط. جمهور نادي الزمالك اهو، ما اصل جمهور نادي الزمالك مش الوايت نايتس بس، ولا جمهور نادي الاهلي الالتراس بس، جمهور نادي الزمالك بالملايين وجمهور نادي الاهلي بالملايين بالظبط. فاكيد اكيد مش، لا انا بتكلم حضرتك اللي يعني كانت الفتره اللي حصلت فيها مشاكل بين او سوء الفهم بين الالتراس وسيادة المستشار. كان يعني انا شايف انها عدت، لان كان معظم الناس الموجوده كانت التراس على فكره، تشجيع الالتراس فعلا. وفعلا اول لما سياده المستشار تلعب على المسرح فوق، انا استغربت ان معظم، يعني انا كنت فاكر ان ممكن حاجه تحصل غير كده، لقيت الناس كلها بتشجعه. يمكن هم زعلانين على في ناس لسه محبوسه وفي ناس مش موجوده، يمكن هو الخلافات على الموضوع ده بس انا شايف ان الموضوع ده اول ما اتحل، انا شايف ان الناس كلها هتيجي تقف تاني جنب انا شايف ان يبقى جمهور نادي الزمالك او جمهور نادي الاهلي بالظبط كده. انا شايف محدش يسيطر على حد، يعني مفيش حاجه ليها رئيس، بس جمهور بس. هو في طريقه تشجيع مختلفه شويه، يعني في طريقه تشجيع بتدي للعيبه باور شويه. ما هو الطريقه، ما هو برضه في سلبيات، الناس دفعت ثمنها. انا ماليش دعوه بالانتماءات السياسيه مثلا، او او الخروج عن النص او الحاجات. اكيد طبعا الحاجات دي كلها تزعل اي حد. هي ظاهرات ابتدت بشكل قوي جدا بالزبط. ثم بعد كده ضيعت الكوره، هي دي المشكله بالظبط كده. انا نفسي زي ما هم كانوا في المدرجات وبيشجعوا نادي الزمالك بس، ومفيش حاجه تحصل تاني بره نادي الزمالك. انا نفسي كان هم يفضلوا ماشيين على نفس الطريقه اللي هم ماشيين بيها. انا لو ما كانوا عملوا المشكله دي كان الالتراس في مصر كان هيبقى احسن التراس في العالم. يعني احنا خدنا الفكره دي من ايطاليا، انا متهيألي كنا هنعديها من ايطاليا. طيب.